أني زوجتي المعتبرة سعيد محمد أخلاقي. أنا عندي أطفال هنا يداومون بالمدارس، وأنا أحكي باسمي واسم كل خواتي وأمهاتي كليتي، ما أحكي بس باسمي أنا، أحكي بين كليتي، لأن هو عندي 5 معتقلين، زوجي وعمياني وأخواني، وهنا يداومون أطفالي، عندي 6 يداومون بالمدرسة، عندي أمي واثنين معوقين، هنا بالمدرسة ما معلمين بس محاضرين، جاي يطلبون منا جهود، والله ماكو بعض الناس ما تقدر بعض أطفال تطلع بالمدارس لأنه ما تقدر على أجور المحاضرين. فنطالب تعيين من المعدهم تعيين، أنا مسجلة هنا أنا فراشة وياي كم وحدة من المسجلات، فنطالب يا رب بك التعيين يعني يساعدونا بهالمدرسة هاي، يعني لأنه أطفالنا والله العظيم ما جاي نقدر على عيشتهم، يعني أنا أشتغل هنا أنا مدرسة ببلاش بس إنه أتأمل تعيين، وأكو أكثر من 15 محاضر يداومون هنا هم بلاش، ونطالب هذنا كل النساء اللي هنا الويانا كليتين زوجات معتقلين واطفال كثير، يعني طفل هنا توفى بالمدرسه بسبب الربو ابوه عنده 11 لانه امه ما عندها فلوس تاخذها على الطبيب. ونشكركم والله ونحب بس تساعدونا، لانه نتامل منكم انكم تساعدونا، لانه يعني والله تعبنا حيل 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 تعبنا تعب ما يعلم به بس رب العالمين.